استاذ ايمن، من وجهه نظرك المشاكل الفنيه اللي واجهتنا في الشوط الاول، انت النهارده في الدقيقه 3 بتحرز هدف حلو من الاهداف الدوري لحسين الشحات، حصل يعني تراجع غير مبرر بشكل كبير، وبدات لعيبه النادي الاهلي كلها تلعب تحت الكوره. كان من الاولى زي ما شفنا النادي الاهلي بيحرز هدف كان يدور على الهدف الثاني بعديه، خاصه المعنويات كانت مرتفعه وفي بدايه المباراه يعني مره اخرى. يعني زي ما بنقول كده، هي بلغه الكوره انت لما بتجيب جون بتحتاج تغطيه عشان الامور تبقى افضل. النادي الاهلي زي ما قلنا عمل ما هو مطلوب، تمركزات في اول 10 دقائق تمركزات جيده جدا، موجودين حتى في كره حسين الشحات الكره الباس الغلط هو موجود ما عملش مجهود عشان ياخد الكره لانه متمركز صح في حته ان هو عارف ان هو وقت الضغط هو هنا هيتحرك ازاي. النهارده خد الكره وخد القرار بتاع التصويب بشكل مميز جدا. بعد الدقيقة العاشرة تقريبا ابتدت الامور تفك شوية في فرقة النادي الاهلي، وابتدت تباعد الخطوط ما بين اللعيبة يبان. تباعد لما يبقى عندك تباعد خطوط النهارده انت بتدي مساحة زي ما قلنا كده لفرقة هي اصلا بتجيد اللعب وهي معاها الكورة، بتجيد الاستحواذ. هم يعني الكابتن ايمن الرمادي بيجيد فكرة الاستحواذ، بيدرب لعيبته على الفكرة دي بشكل كويس. التمريرات النهارده تحركاتهم حتى ما بين المساحات اللي خلف دفاعات النادي الاهلي بيعملوها بالشكل الكويس، فهنا ظهرت المشكله. زي ما حضرتك قلت الشناوي ليه هو بطل الشوط الاول؟ لان الراجل راحت عليه اربع محاولات هو تصدى لثلاثه، طبعا في منهم ركله جزاء. في النهايه ركله الجزاء انت بتتكلم 50 50 دايما، واحمد بالحاج واحد من افضل اللعيبه اللي بتسدد ركلات جزاء في الدوري. النهارده في كوره مثلا حسين الشحات في الدقيقه 35 في وسط المشكله الكبيره اللي كانت عليها دفاع النادي الاهلي، ولكن الخروج بالكوره كان مميز فيها. انت خدت الكوره خرجت عملت التمريرات بتاعتك بشكل كويس، اكرم توفيق لعبها من اليمين الكوره الطوليه لليسار لحسين الشحات بشكل كويس، عمل الكوره وشاطها، محمد بسام تصدى ليها. فالنهارده انت محضر طريقه خروجك بالكوره، واضح ان انت محضرها، ولكن في مشكله في التنفيذ. هنا ممكن الكابتن محسن صالح قال عليها جمله مهمه جدا، ممكن ذهنيا اللعيبه مش قادره، خرجت من ماتش كبير زي العين بتيجي على الدوري، الامور بالنسبه لها ممكن هنا ده الشوك اللي موجود مع الاخطاء اللي حصلت في التمركزات الدفاعيه، فحصل زي ما نقول كده توتر في ملعب النادي الاهلي. للامانه في اخر خمس دقائق بنتكلم من الدقيقه 40 ابتدت الامور تتحسن عند النادي الاهلي، حتى رقميا ابتدت الامور تبقى افضل من حيث انت بتقطع الكوره، الاستحواذ، الامور دي كانت افضل لان سيراميكا تفوق في الفتره دي كلها. نتج عنها ايه؟ اللي هي اللعبه اللي كنا واحنا حتى انا وكابتن عماد بنتكلم واحنا بنتفرج، كوره في كوره كده لحسين الشحات امام عاشور شاطها وقعت من ايد بسام، حسين دخل قدام المدافع ما تقلش على الكوره، لو كان تقل على الكوره كان ممكن يعمل المدافع يعمل معاه فاول او هو يسجل هدف. طاهر محمد طاهر في الحته دي هو في نص الملعب عند قرب ال 18 هو تقل على الكوره خد فاول قدرنا نسجل منه الهدف. يعني اعتقد ان انت تطلع كسبان 2-1 من فكره ان انت اهدافك المتوقعه اقل من هدف، ده في حد ذاته مكسب كبير جدا نتمنى ان احنا نبني عليه في الشوط الثاني. كابتن محسن، يعني كولر من المدربين اللي بتستنى شويه وتتاخر شويه في التبديلات. النهارده عنده على مقاعد البدلاء مصطفى الشوبير، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، بيرسي تاو، رضا سليم، عمرو السوليه، وقفشه، وندفد، ومحمد عبد الله. ممكن نشوفه يكون التغييرات بدري النهارده ويتم الدفع ببعض اللعيبه من بدايه الشوط الثاني؟ يعني احنا شايفين مراكز القوه اكتر عند فريق سيراميكا في الجبهه اليسرى. الجبهه اليسرى فيها اكرم وفيها طاهر. طاهر مش قادر يقوم بالدور الدفاعي، ويوسف ايمن كمان، هي الجبهه دي اللي يعني سيراميكا متفوق فيها بشكل كبير بيتحركوا فيها. اذا احنا عايزين نقفل الجبهه دي يبقى لابد انك انت تنزل عمر كمال تعمل حائط صد قدام اكرم، يبقى في اثنين. عمر كمال عنده ميزه ان هو مدافع ايمن يقدر يقوم بالدور، وعنده ميزه ان هو عنده النزعه الهجوميه، بيعرف يدخل وبيعرف يوصل وبيعرف يتحصل على فرص وبيعرف يتحصل على ضربات جزاء. يبقى انت هتجيب وجه بيلعب دورين، الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، وهيعمل المسانده الكافيه لاكرم في المنطقه دي عشان نقفل المنطقه اللي هي عامله ازعاج كبير جدا للنادي الاهلي. اما بالنسبه لعاشور ممكن نستنى شويه وبعد كده ينزل قفشه كصانع لعب يمسك الكوره بقى، انت محتاجين واحد يمسك الكوره يبدا يوزع عمليه الاستحواذ، الاستحواذ يدي الثقه للفريق، ينعش الحاله الذهنيه للفريق، لانه عاشور طاير قدام على طول
نص الملعب ناقص واحد، كل محاولاته التسديد على المرمى، لكن واضح انه بدنيا مش فريش، ما ظهرش كتير قدامنا في الشوط الاول، وبالتالي فالتغييره الثانيه وربما تكون الاولى، يبقى قفشه مكان امام عاشور، يعمل انتعاشه، يعمل ضبط وربط، يعمل محطه، يعمل مركز توزيع، وبالتالي الفريق يستعيد مميزاته الدفاعيه ومميزاته الهجوميه. لو استنينا يبقى هنبدا نعاني بعض الشيء الى ان تحدث هذه التغييرات. تمام كابتن عماد، سريعا بدايه الاهلي الشوط الثاني، داخل بين الشوطين متقدم بهدفين بيدوا له ثقه. الشوط الثاني البدايه برضه هيكون في تحفظ ولا بدايه هجوميه وضغط عالي من لاعبي النادي الاهلي؟ ما اظنش ان يكون في تحفظ يا اسامه، يعني انت خلاص انت شفت التحفظ ودخول فرقه سيراميكا للمباراه ادى لفرص خطر وضرب الجزاء وهدف تعادل ونهيت الشوط بمكسب. عايزين نبتدي من الدقيقه 40 للدقيقه 47 او الدقيقه 48 اللي هو الهدف الثاني والمكسب، نبتدي بنفس الكلام ضغط عالي عشان نعزز المكسب ل 3-1. طيب